عفاف يا انسى عفاف مثل الزين او من خطفك امي يا هيك النسوان يا بلا ما مثل هالضبع اللي عندي قنبله ما بتفيقها يا لك ما استنقر حزن انا حسود بضيقت عين انسى عفاف الزين امي ابو يحسن الى ابوك الضبع امي ابوك الحيط اللي بحاس يا امي دخلت والله يا عمي هفزونا هفتوا اياهنا يا وطي بدكن الزلون وتركبوني رومي ليكو لا هالمرة ما اتنين زرد هالمرة حارق خارق متفجر ويا واحد منكم بيختخط ولا قدام صرخوا قنبلة بين جرياته وطير له راسه ما تفوت انتين بختار نرفع ايدينا ارفعوا امان تلتي خطيفة خطيفة قنبلة امان قنبلة ايدي ايدي فولا يابا عشمار يا عشمار عشمار فوزك انت ويا نجا وابنا وابنا ابنا دير يا ابنا دير لك عينك مختار شبك السرعة تطلع عم تعيش فوزك ولا وفوزوا نصة العمى هدول مسكتن عندي بالبيت متلبسين بسرعة يا اما هناك مقارب اخرى والله بسرعة شو والله خطر والله عظيم خطر مختار الكلاشينكوف والقنبلة مرخصين شي؟ شبك ولا دايما؟ أنا عمل لك مسكتهم متلبسين ببيتي بقصد السرة ومقارب أخرى وانت بتقلي الكلاشينكوف والقنبلة مرخصين هلا وقتها؟ لك أنا بحدد أنت وقتها ولا مختار ما أنت بتقلي سلم سلاحك لحسان لشوف يلا حسان صدر سلاحه قط لهم هاي الكلاشينكوف والقنبلة كمان هات القنبلة ولا مختار قط ابو نادر هلا القنبله اليدويه ما لازم يكون لها بسمار امان لكن ما لازم يكون لها بسمار امان يا امه الله هذه ما لها بسمار امان لك انا شلته شو الحكي له معناته سته سته وانبطحوا سته ليش لسته ليش بدها تنفجر لك ما بدها ترقص هلا بعد خمس ست ثواني بتنفجر ولا سته خمس ست ثواني واحد ستة ولك فقعت فقعت وقف عاد تسعة والله لربي فيكم الأرض والله ادخلوا لجوا لجوا